أفكار الطوب الحراري في الديكور. أشكاله وألوانه متعددة ومختلفة، مقاوم جداً للرطوبة وامتصاص الماء، وطبعاً ممكن يدهن برضو بألوان مختلفة ويتطبق عليه كل النقط الخاصة بأفكار الفينش والدهانات اللي اتكلمنا عنها في الطوب الأحمر. ونقولهم سريعاً زي إنه ممكن يتركب بألوانه، ممكن ندهنه بأي ألوان دهانات سواء لون واحد أو أكتر من لون، أو ممكن نعتمد على دهان فاصله فقط بلون مختلف، ممكن نعمل عليه طباعة أو تلوين رسمة سواء كان الطوب بلونه أو مدهون بلون مختلف وعليه رسمة بلون غير لون الدهان. الإضاءات كمان بتبرز تفاصيله جدا، وممكن نستخدم عليه براويز وخصوصا براويز الجاليري، ممكن نستخدم عليه مراية، والنباتات من أكتر العناصر اللي بتليق جدا معاه. ممكن كمان ندي الطوب الحراري طبقة ورنيش شفاف لحمايته على المدى البعيد. الطوب الحراري كمان أفضل في الاستخدام في المطابخ والحمامات من الطوب الأحمر، لأنه هو بيتحمل الحرارة، ما بيمتصش الماء، وبيقاوم الرطوبة، وأسهل في التنظيف لأن سطحه أنعم من الطوب الأحمر.